الجانب الاخر بقى لسه، واحنا كنا بنتكلم مع حضراتكم لما كنت بقول لكم على ماتش غزل المحله، فكنت قلت لكم ان حتى الان ماتش غزل المحله والزمالك يوم 3 اغسطس، بس لسه ما نعرفش، والاقرب ان طبعا الدوري هيتاجل. وبالفعل طلعنا الفاصل رجعنا، اتحاد الكوره اصدر بيان انه تم تاجيل كل لقاءات الدوري وكاس مصر اعتبارا من اول اغسطس، وتكليف اداره المسابقات بالاتحاد لإعداد جدول جديد إن شاء الله فيما يخص مسابقتي الدوري والكاس، وهيتم الإعلان عن التعديل الجديد ده وشكل الدوري وشكل الكاس خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله يوم الأحد القادم. يعني يوم الأحد هيظهروا وهيطلعوا لنا الجدول الجديد، سواء بالنسبة لبطولة الدوري أو بالنسبة لبطولة الكاس.